رغم نفي حركة حماس صحة الرسائل المنسوبة ليحيى السنوار، إلا أن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية التي كشفت عن رسائل زعيم الحركة في غزة ذكرت بخطاب الندم الشهير لزعيم حزب الله حسن نصر الله إبان حرب 2006 التي اندلعت إثر خطف حزب الله جنديين إسرائيليين على الحدود مع لبنان. وقال السنوار في إحدى الرسائل المزعومة إن هذا لا يجب أن يحدث في تعليقه على أحداث 7 أكتوبر. موقف السنوار ربطته الصحيفة الأمريكية أنه على غرار خطاب نصر الله الذي قال فيه: لو كنت أعلم أن عملية خطف جنديين إسرائيليين كانت ستؤدي إلى الحرب لما قمنا بها.